اختي الحمد لله انا فرحانين وخصوصا بالدريه هذه فرحانين بهاد الناس اللي ساعدوها والحمد لله وتنشكروا قناه شوف تي في اللي تاحت لنا هذه الفرصه ووصلتنا عدد الاخوان المحسنين وهادو وتنتمناو ان شاء الله يكون خير ويساعدوا هاد البنيته على داك الشيء طالب اللي الاطباء ونطلبوا من سيدنا الله ينصروا الا كان هو تيشوف يحل من حاله الدريه حيت الاطباء كلهم تيقولوا لنا خصها تحول من ديك السكنه وانا راه قلت داكشي ديالي في الطلب ديالي وترفض لي الطلب ديالي تنطلب من سيدنا الا كان تيسمعني يحن من حاله الدريه ويعطيها شي سكينه ولا شي حاجه ويحن من حالها حيت راه الطلب ديالي دفعته نهار الاول ليه وترفض ليا وتنطلب منه الا كان تيسمعني ويشوفني ولا المحسنين شي اخ من المحسنين حن من حاله الدريه راه السكنه ما نساعدهاش اطباء تيقول لك تتحول من السكنه الا بغيتها 100% صح دابا تقريبا واخا تنديروا الدواء ما تيعطيش النتيجه حيت السكنة ميديتي والدري كوثر فرحانة مسكينة واخا هي مألمة فرحات راه إحساس لا يوصف الحمد لله أنا فرحانة من الناس جابوا لي الحولي كنشكر شوف تي في اللي يعاونونا كنطلب من الملك أنه يعطينا السكنة حيت ملي كنمشيو عند الطبيب كيقولنا خاصكم تحولوا منها قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم